وينو؟ اي هذاك جاب العيد. هذاك اللي هناك؟ اه لا مش شايفه. سامر هذاك اللي جاب العيد مش شايفه. بني شايفه بمزح معك. شفت يا حبيبي؟ هناك في كوخ. قلب الكوخ ساكن ثعباني. ولا مبعد هناك سكن ثعباني؟ وكيف بتروح وبتيجي بالتاكسي؟ بالتاكسي، في تاكسيات ولا بالغابه بتروح على العصا السحريه بتطير وبتروح فرر بتروح على البيت فرر بترجع فرر بتروح على البيت فرر بترجع بتطير؟ بتطير طبعا على العصا السحريه معلوم بتطير سوبرمان هاي الاسماء والتعبير اللي يمكن بيها بقولك 60 سنة انا بالغالي اللي يمكن صابر صابر لا صابر لا شوف 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 يا الله ايش ايه وين 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 ولا شيء تعال تعال شايف هاي التل القريب يوم هاي شايف هاي شايف هاي عم بيجي هاي هناك بالتل في مغارة قلب المغارة ساكن انا عمك جابر هناك انت ساكن؟ اه يا حبيبي وانت كيف بتروح؟ انت كمان بتفرفر؟ انا بتطير هاي بتطير؟ انا بفرفر ليه مش عم تشتغل؟ ايه وين كبستها هاي؟ وين كبستها؟ صابر نعم انا بروح وبرجع ماشي يا حبيبي حرام خلص خلص من اجي المرة جاي على الغابة بجيب لك بوسكليت يا بتصير تروح على البوسكليت بوسكليت في الغابة اسمعني منيح يا صابر نعم اسمعني منيح يا حبيبي شنف اذنك شنف اوعك تشرب من المي اللي بدها تسقيك منها ثعباني خدناها هاي مية الطاعة مية سحرية وانت انا عمو جابر اقول لك اشرب بتشرب وانت بقول لك تشرب ايش بتشرب برافو عليك يا صابر اياك حافظ يا حبيبي الله يسعدك تعال افرجيك المناظر الخلابه بالغابه احسن ما تعمل لي فيلم محروق طبعاً تعال طلع شوف قولي شو حكايه خاتم الالماس تاع ماما خاتم الالماس اسمع بقول لك بس ما تقولش لحدا لا هي تقول نحن ما نبيك لحدا احكي يا حبيبي امي عند اغلى خاتم الماس بالعالم امي ورثته عن جده وجده ورثه عن جده وجده ورثه عن جد جده وجد جده ورثه عن جد جده لجد جد جده خلص يا حبيبي خلص والله سمعت خلص يا حبيبي بدك تعمل اياها تعال فرجيك قالوا امي شو بتقول لي؟ ايش بتقول لك؟ بتقول لي صابر صير دكتور زي فادي ابن خالك عادل وانا بعطيك خاتم الالماس انا قلت له لا بدي خاتم الماس ولا بدي اصير دكتور انا حاب اطلع نجار يعني انت حابب تطلع نجار؟ طيب يا حبيبي تعال 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 شوف شوف شايف هذيك الوديان اللي هناك؟ وين؟ هناك في وادي في حدائق وفي زهور ومنظر بجنة خلاب يا صابر هناك في بركتين في بركة زرعين فيها سمك وبركة للسباحة سمح تجرينا في قلب المي انا وياك من السباح؟ يا حبيبي بدي اسبح شايف هذا قطيع الغنم؟ الغنم هي هي هاي الغنم هي المسؤولة عنه هي محلاها شايف هاي الغنم؟ شايفة؟ هاي الغنم المسؤولة هر 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 ولك بقول لك هر وانا بقول لك با انت فايت على المغارة سمعتك عم بتغني وعم بتقول ما بديش اروع على البنات دار ولا ارجع على الصف وحمار مش هيك ايه ده كيف؟ ضلنا علم فيكو انت بتشوف اسمعي اسمعي يلا ضبط صوتي يلا مش ناوي ارجع عالصف ولا حتى ارجع عالدار شو ما قالوا عني قولوا حتى نقالوا عني حمار حمار؟ ليش انت بتحبش تروح على المدرسة شالي بالي؟ لا بحبش اروح على المدرسة بالي شالي ليش يا صابر؟ لأن المعلمين بضلن يضربونا يا حرام يا الله انا كل يوم الصبح عري عري عندي قتلي كل يوم الصبح كل يوم في قتلي كل يوم في قتلي كل يوم في قتلي لا بكون الجمعة عطلي فيش قتلي طيب صابر نعم يعني بتحب تروح على المدرسة شايلة بالي بالي شيء يعني واللي بفكر لك بحل
ما تروحش على المدرسة شالي بالي. أفكر لك بحال؟ فكريني بحال. شو رايك؟ احولك لحمار. اي انت شفت بحياتك حمار بروح على المدرسة؟ شو ابن صافي. خلص تحولك لحمار عشان ما تروحش على المدرسة شالي بالي. قصدك حمار بحق وحقيقة دنين وذيل طبعا. شو اللي عم مزح؟ حولي لحمار. يلا يا صابر لازم فوت على المغارة وحولك لحمار قبل ما تغيب الشمس. يلا بسرعة. شو بقول لك بتساوي؟ طيب ماشي. يلا على المغارة بسرعة. وين المغارة؟ ها من هون يا صابر. ها؟ ايوه يلا فوت يا حمار. شو مالك؟ بتخوف. لا ما تخافش، ما انا بدي افوت معك، بدي افعى باب المغارة يا صابر. طيب فوتي معي لانه عتمة جوا بتخوف. ايوه فوت مش عتمة. ست فعماني؟ في جوا عنكبوت هلاك بيجي. ما تخافش هذا عنكب صاحبي انا مربيته. عنكب؟ يلا قولي له عنكب زيه لغايه زيه. خلينا نفوت. عنكب ازيح زيه عنه. زيه عنكب. ست ثعباني نعم. عنكب عم بزكزكني. عنكب زيه لغايه اسا بدعسلك عشرك. خلاص يا عنكب امشي يا صابر. يلا يا صابر انا بطول كتاب السحر. هاي صفحة التماسيح، شو رايك احولك لتمساح؟ تمساح؟ لا شو تمساح؟ بدك اكلهن لابوي وامي؟ طيب هاي صفحة الفيلة، احولك لفيل؟ لفيل؟ بكسر للدار لامي. لا شو فيل؟ طب خلص هاي صفحة الحمير، تحولك لحمار. طيب خلص حمار. يلا شو بقول لك بتساوي؟ ماشي. يا كعكبان بن سرحان، يا ملك الغاب واشجع الشجعان. مين اللي بينادي على ملك الجان؟ انا ثعبان بن فرجاني، ابوي شعشعان بن كفتهان. قولي بس وخلصيني، بدي ارجع انام صحتي. حول صابر بن ناصر، يلي امه هنية بن صبحية، من انسان غلبان محتار الى حمار، وانفخ عليه النار. يا كعكبان بن سرحان، يا ملك الجن والجان. لولا معزتك عندي لا بظهر ولا ببان، يا ثعبان بن سرحان. بعيني الله يا صاحبي، بعيني الله. بس بدي اياك ضد القشري. يا لولا يا فضيح يا حبيبي، شو بدنا نساوي؟ شو العمل؟ اي والله ندرن علي اللي برجع لي ابني من حمار لانسان، لاعطيه خاتم الالماس اللي الي، اللي ورثته من جدي، ورثته من جده. خلص يا ابو صابر، هالصوالح حفظناها، حتى الطلاب حفظوها، خلصت عليه قليلتين شامبو، بعد ما نظفش، اعطيته صابون السبعة عشان يكمل، اكلها فكرة شوكولاتة. قولي يا صابر. نعم يا ابو. بتذكرش ولا اشي من الاشياء اللي عملتها معك جنية الساهرين؟ انا ما بكونش. ولك حق راسك، استعمل عقلك. طلع معك اشي؟ ايوه طلع. ايش؟ بذكر اني طلعت من بيت دخان. دخان؟ هاي بسيطة يا ابو صابر، ورا الدار في كومة حطب، بتجيبي بنحط بنولع فيهن وبيطلع لنا شوية دخان. شو بدها هاي؟ ولك شو في؟ ذكرت كمان شغلة. شو في؟ دخان لحاله بكفيش يابا. الا لازم كتاب السحر، الجنية كان معانا كتاب سحر من دونه بنفعش يابا. مين بيقدر يساعدنا؟ عمو شابه. عمو شابه بيقدر يساعدنا. وين من ايه عمو شابه؟ بالغابة. ولك شو في؟ هو مضلش لحاله بالغابة يابا. بتكون معاه الجنية الساحر. يعني تطلع لنا ابو صابر بترجع لنا. قول يابا قول تستحيش. ترجع لنا حمار. بتكون بحمار بتصير بحمارين. يا ريت ان احد يساعدنا، احنا من عم نصيف. احنا جاي عندي ناس خذوا.
فوتي ولا اسحكك فوتي على جوا على اوضتك فوت. تفضل مين على الباب؟ دستور. مين على الباب؟ دستور. دستور تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. هذا صابر؟ لا صابر ايوه صابر موجود. صابر عند الخال عادل. ابو الدكتور ثاني. بس انت كيف عرفت؟ انا بعرف كل ان شاء الله رجع. الحمد لله حكينا معاه بالحكي المليح ام الله هدا ورجع. الحمد لله رب العالمين. نحمدك يا رب. الحمد لله 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 الحمد لله. كله مبروك. مبروك عايش حسين احمر. لا لا هذا صوت صابر. يا عم هذا صوت صابر وانا بعرفه. لا هذا صوت صابر. شافوا لنا جوا. حنوني ليش اشتقت لك يا صابر؟ انا اللي اشتقت لك عبد الجاد. يا حبيبي انا اللي اشتقت لك يا حبيبي. لا انا اللي اشتقت لك. لو شفت قديش تغلبت اني وصلت على دارك وانا اسال يا حبيبي. صح دار عصير بباريس. مين هذول؟ ابوي وامي. اهلا وسهلا. حضرتك مين؟ عم جابر. اسا انت العم جابر؟ يا سلام عليك مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا عم سابق. بدو اسفرس على الحمار وهو بسلسك من البيت. اهلين يا اختي. اهلين لو تشوفي قديش عزيز على قلبي صابر حبيب قلبي. مش مهم اني تغلبت. احنا شو بدنا طول السيره؟ تعالوا نحاول نرجع صابر لانسان. بيطلع بايدك؟ انا بيطلع بايدي؟ انا بعمل اللي علي والباقي على رب العالمين. يا رب. ايش المطلوب؟ المطلوب بدي غرفي وفيها شباك واحد. موجود. ايوه غرفه صابر شباك واحد. تعال من هون عم جابر. من هون. يلا قولوا معي يا الله. من هون. يا الله. يا شحضور بن حنطور. يا شحضور بن حنطور. خلي الدنيا فينا تدوب. خلي الدنيا فينا تدوب. يا شرحبيل بن طهطبيل. يا شرحبيل بن طهطبيل. اخفي صابر عن النهور. اخفي صابر عن النهور. لا يا عم جابر. وين راح الولد؟ لا بقيلي لا حمار ولا بقيلي صابر. لا من شان الله حمار حمار ولا البلاش. ايه صابر اسمعيني يا اختي. ما هو اول مرحله انا لازم اخفي صابر. المرحله الثانيه احاول ارجعه انسان باذن رب العالمين. ايش بحكي؟ تعطوني احكي لحالي بديش تردوا وراي. اتفقنا؟ اتفقنا. يا الله. يا كعكبان بن سرحان. يا ملك الجن والجان. يا سعدون بن بيضون. خذ هذا الحمار المصون ورجع صابر لإنسان. يما صابر. صابر يا ابني. صابر يا حبيبي. حمد الله على السلامة يما. صابر. صابر الحمد لله على سلامتك يا ابوي. رحمتك يا رب. صابر. صابر. عمو جابر. حبيب قلبي. عمو جابر. الحمد لله. مجابل. لا يا حبيبي انا اللي بشكرك. لا انا اللي بشكرك. لا انا اللي بشكرك يا حبيبي. لا انا اللي بشكرك. يلا اسالني ليش بشكرك. ليش بشكرك؟ ليه بتشكرني؟ لانك لولات ما اجيت على الغابه كان انا بعدني بخدم بالجنيه ثعباني 60 سنه وانا اخدمها يا صابر. ليش شو صار فيها؟ شو صار ثعباني؟ ريحنا العالم منها ومن بلاويها. احسن احسن. وين يا عمو جابر؟ وين ناوي تروح؟ شو ناوي تعمل؟ طبعا انا لازم ارجع الغابة. لا يا عمو جابر مشان الله ما تحكي الحكي. خليك بين ناسك واهلك. اهلي؟ الله. ناسي؟ انا لما رجعت على القرية رحت على بيتنا دورت على بيتنا ما لقيتوش لانه مهدوم ما فيش بيت. سألت قلت لهم ابوي وين؟ ابوي وين؟ قالوا لي ابوك طلع يدور عليك يا جابر وبعده ما رجعش. قلت لي طيب امي 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 وين؟ قالوا لي امك ماتت وهي تبكي عليك يا جابر. انا لازم ارجع الغابه لازم.
لا يا عمو جابر الله يخليك، عيش معنا يا عمو جابر، عيش معنا. يا عم جابر أنا كنت نادري ندر اللي برجع لي ابني من حمار لإنسان، أعطيه خاتم الألماس اللي إلي اللي ولدته من جدي، وجدي ولده من جده وجده. خلص يا أم صادق، كلنا حافظين على القصة، كلنا حافظين. هذا الخاتم صار من حقك يا عم جابر، تفضل. ألماس؟ أنا ختيار زي شو بده بالذهب والألماس؟ أنا نفسي ببيت دافي ولقمة هنية. وصلت يا عمو جابر، البيت الدافي هون واللقمة الهنية عند هنية. هنية. وهذا الخاتم صار من حق صابر، خليه يبني فيه مستقبله. تفضل يا حبيبي. من حقي أنا؟ يا حبيبي. بس عمو جابر أنا بديش ألماز، خذي يمه. بلاش بتريحنا. بس أنا عندي شرط صغير. ولك شرط؟ كمان بتشرط يا ولد؟ لو جاي. استنى استنى يا عمي، استنى يا أم صابر، استنى يا أختي يا أم صابر. ما هو لا يعقل إذا كل بيوتنا العربية بدها تظل هيك، إذا الولد والبنت بدهم يحكوا يعبروا عن رأيهم دغري منفز فين. خلينا نسمع الولد الآخر، خلينا هات نسمع للآخر. احكي يا حبيبي، عبر عن رأيك، ايش بدك؟ عم تحكي عمو جابر انا بديش ألماز، بس انا كمان مش حاب اسيب دكتور، انا حاب اطلع نجار. بدك تطلع دكتور مثل فادي من خالك عادي. ايوه بعدين من بعدي بحكي يا ابو صابر يا ام صابر. أيوة. بيقدر هوري تعال روح يتعلم دكتور زي ما بدكوا انتو، لكن اذا ما حبش المهنه راح يطلع دكتور فاشل، بينما لو راح يتعلم المهنه اللي بحبها هي نجاره راح يطلع نجار ناجح يخدم بلده واهله وارضه ووطنه. يا حبيبي الله يسعدك. ها يلا نجار نجار وطنه. قلت لك تعال يا حبيبي. نعم. شفت يا صابر، شفت ايش انا بحبك؟ ها انا كمان بحبك. قول لي شو تعلمت من هاي القصه؟ ما تعلمت شيء. ولك ناسي يا ولد. بلا تعلمت. تعلمت كتير كتير وبدي احكي للصغار، تعلمت كتير كتير وبدي احكي للصغار. يلا يا عيوني احكي بيناتنا ما في اسرار، لازم ادرس علشان انجح مش لازم ابقى فرار، جابوا اهلي وربوني بدي اصير من الشطار. لازم تدرس علشان تنجح مش لازم تبقى فرار، جابوا اهلي وربوني بدي اصير من الشطار. بدنا نسمع غيره غيره لازم تتحاشى الاخطار، لكن لا تزعلوا مني انا بدي اطلع نجار، انا بدي اطلع نجار. بس اتعلم ادرس وانجح شو بدك اختار اختار. اسمعوا يا اصدقاء اليوم انتهى اللقاء، ملكوا رح نبقى نشتاق بدنا نروح على الدار، بدنا نروح على الدار.